السلام عليكم، معكم دكتورة لمياء اليندوزي، طبيبة عامة بمدينة الدار البيضاء. اليوم غادي ندويو لكم على العسر في الهضم في ايام رمضان والقرحة ديال المعدة. كيف ما كنعرفوا مع رمضان مع تغيير في العوائد ديال الماكلة والنظام الغذائي مع نظام النوم كيوقعوا بزاف ديال الاضطرابات في الهضم ويمكن كاع يتزادوا المشاكل ديال القرحة ديال المعدة. من بين الاسباب ديالها هو ان كنخلقوا بزاف نظام ديال الماكلة، كناكلوا بزاف في الليل وفي النهار كيكون واحد مدة الصيام اللي تقدر تكون طويلة. الإفراط في الأكل عند فرق الصيام، تناول الأكل اللي هو دسم جدا أو لا مقلي أو لا فيه التوابل بزاف، المواد اللي فيهم الحموضة بزاف حل العواصر ديال الفواكه. معروف مؤخرا في المغرب الناس كيتعطوا بزاف العصير ديال الليمون والحامض في رمضان، طماطم، المشروبات اللي هي مشروبات غازية كتزيد من هاد اضطرابات الهضم مع أيام الصيام، مشروبات اللي هما المنبهة في حل القهوة وأتاي. ويجب ذكر أن حتى القهوة اللي هي ديكافيين اللي ما فيهاش مادة الكافيين تهي كتزيد من أعراض قرحة المعدة خلال شهر رمضان. الناس اللي كتاكل مباشرة بعد منها كتنعس ولا كتسكى تهما تزيد من اضطرابات ديال الهضم ومن الاعراض ديال قرحة المعدة، اللي منها بحال اللي كنعرفوا الانتفاخ، العيا والارق، الحموضة كطلع، العيا. وفي هاد الاعراض هادي كتجعل ان حتى في اليوم الموالي فاش كيكون بنادم صايم تيجي العطش بزاف، تيكون عيان، وتا فتره الصيام ما كدوش بالراحه اللي خاصها تكون فيها. خاصنا نتابعوا بزاف داكشي اللي كناكلو، ولهذاك النظام الغذائي المنتظم اللي كنصحوا به الناس في الايام العاديه خاصنا نطبقوه حتى هو في خلال شهر رمضان، وخاصنا نوزعوا هذيك الاكلات بين الفطور والسحور مع احترام غير بعد النصائح اللي خاصنا نديروهم. مثلا الواحد ماشي غير يتسحر وينعس، الاكل ديال السحور خاص يكون الواحد ينتبه شنو تياكل، ما ياكلش حاجات اللي هما مالحين بزاف، الحاجات اللي فيهم سكر خفيف جدا. السحور خاص ياخذ كربوهيدرات بطيئه الهضم باش تعطيه القوه وتعطيه المواد اللي غتنفعو خلال النهار اللي غادي يصومو. ما خاصناش نساو السوائل، الناس ما كتنسى تشرب الماء خلال شهر رمضان، اما كتشرب مشروبات غازيه او لا العواصر وما كتنساش الماء. ومن بين الحوايج اللي ايضا كتاثر بزاف على اضطرابات الهضم والقرحه ديال المعده في شهر رمضان هو التدخين. التدخين يجب الذكر انه احنا كاطباء كنمنعوه، ولكن التدخين مباشره بعد الافطار الناس اللي كتعطى لهاد التدخين كيزيد لها بزاف من هاد الالم. وجبه الافطار اللي كنفرقوا بها الصيام خاصها تكون خفيفه، يعني تمر واحد منتوج اللي هو مزيان جدا غني بالالياف، كنحتاجوا الالياف، غني بالسكر السريع اللي كنحتاجوه ديك الساعه، المغنيسيوم، الكالسيوم، شي شوربه خضار خفيفه، ويصلي ديك الساعه ويعاود من بعد عادي يتعشى. حنايا بهذه الطريقه هذه كنحافظوا شويه على الجهاز الهضمي وكنوجدوه انه يهضم هذاك العشاء ولا هذاك السحور اللي غادي ياكلو من بعد. الانشطه الرياضيه ما خاصناش نساوها، المشي ولا ممارسه بعض الرياضات قبل او لا بعد الفطور مهمه جدا. اللي عنده مشاكل في الهضم قبل من رمضان ما فيها باس مور الفطور يتمشى شويه، غادي يعاونوا بزاف على عمليه الهضم. الاكلات اللي كتكون فيها الغازات بزاف حتى ما خاصنا نجنبوها، كثرة العجينة. رمضان معروف الناس كنكثروا بزاف من العجائن حتى هي ما كتسهلش في الهضم. ما نساوش داك الماكله اللي كناكلوها دائما، الخضروات، الالياف، اللحوم، نفضلوا المشويات على اللحوم المقليه ولا المقليه اون جينيرال، الحاجه اللي هي دسمه جدا. السوائل تما ما خاصناش نساوهم. الفواكه من الافضل ناخذوهم في النصف الثاني من الفطور، ماشي زعما من ساعات ديال الافطار،
ما نفرقوش بهم الصيام ديك الساعه. خاصة تكون خاص يكون فيها المواد اللي يقدروا يعاونونا على النهار اللي موراه، يعني لي سوكرولون الكربوهيدرات البطيئة الهضم والسوائل، الياغورت زبادي واحد المنتوج اللي هو مزيان للسحور، فيه البكتيريا اللي كتعاون على الهضم، فيه الالياف، فيه لي بروتين، البيض المسلوق حتى هو مزيان، خبيز مشوي في السحور.